السلام لافامي، مرحبا بكم عندنا في فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير على خير ان شاء الله. لا كنت انت ولا انت اول نوبه كتفرج فيا، ما تنساش تخلي شي ابوني وشي لايك وشي كومونتير زوين الا جات على خاطرك. وشكرا بزاف على حساب الناس اللي كيتفاعلوا معايا في القناه، مرحبا بكم عندي. المهم الخوت، اليوم عندي واحد النصيحه على حساب المهاجرين اللي باغيين يجيو لنا اوروبا، يستقروا هنا في اوروبا الخوت. المهم انا اخوتي ما نكذبش عليكم، انا طلعت من اردن هنايا اخوتي ان اوروبا، ما جبتش معايا بيرمي من المغرب الخوت باش نبدلو هنايا. المهم الخوت، نتوما اللي باقي ما جيتوش لهنايا، الا بغيتو تجي انت ولا انت، المهم مغربي جزائري تونسي اي واحد بغى يجي لنا اوروبا، اول حاجه يعدلها في حياته هي يدوز بيرمي ديالو في المغرب في بلادو، يدوز بيرمي ديالو في بلادو باش ملي يجي لنا ان شاء الله وسهل عليك الله وعدلت الوريقات ديالك، غادي تمشي تبدل البيرمي ديالك، تمشي تبدلو بيرمي مغربي ولا جزائري ولا تونسي، غادي تجي لنا غادي تبدلو. ومن بعد انت عندك بيرمي، تشري الطونوبر ديالك، تسوق مع راسك الطونوبر، انت هاني مع راسك. المهم الخوت، انا اخوتي شنو نقول لكم، انا طلعت من نور ما جبتش معايا بيرمي، وحلفت لي الخوت باش ندوز، والله الا حلفت لي. دابا هذه ثلاثه النوبات وانا كنمشي كنخسر اخوتي، ثلاثه النوبات كنخسر فيها، ولكن ما تعتقش معاهم حتى نجيب ديك بيرمي. ضروري بيرمي هنا في اوروبا، لان الخوت اوروبا بلا بيرمي بلا طونوبر والو، ما نكذبش عليكم. خصك تمشي تسخر، خصك طونوبر، خصك تمشي لناسك طونوبر، خصك تمشي لناسك طونوبر، شحال تبقى تشبط طوبيس طوبيس طوبيس، والله العظيم اخوتي صعيبه بزاف، والله صعيبه. واش نقول لكم اخوتي، عندكم تنساو هاديه، جيبوا معاكم بيرمي ديالكم في المغرب، دوزوا بيرمي وعاد جيبوا معاكم الخوت المغرب ولا الجزائر ولا تونس، وما عارفين تحياتي لكم كاملين، الجزائر خواه خواه ما بيناتنا عداوه. المهم الخوت، هنايا اخوتي في اوروبا بيرمي كتحتاج بزاف، على حساب الخدمه، على حساب بزاف الحاجات، تمشي تسخر، تمشي دي وليداتك مدرسه، تمشي تجيب هادي، تمشي تعدل الوراق ديالك، ضروري خصك بيرمي الخوت. لهذا اخوتي ما تدوش عليكم، الا كنتو ما جينا لاوروبا جيبوا في يدكم بيرمي واجيو لنا لاوروبا الخوت. وتحياتي لكم، انا راه شنو نقول لكم، راني حمقت، راه مشيت اخوتي باش ندوز، خلص كتخلص عليه هنايا 15 الاورو، 15 الاورو خلصت عليه باش تدوز المره الاولانيه، اسقط عاودت مره ثانيه مشيت ندوز بيرمي ب 15 الاورو مره ثانيه وسقط. وداوني اخوتي داوني الاوتو ايكول، يا زعما المدرسه ديال 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 البيرمي، خلص 100 الاورو وعطاوني عاونتك جوج النوبات باش نمشي ندوز، مشيت عاود جوج النوبات، مشيت واحد النوبه 15 الاورو عاود سقط. دابا باقي لي نوبه وحده خصني نمشي باش نشوف الزهر ديالي واش ندوزو ولا ما ندوزوش. المهم الخوت، هادشي اللي بغيت نقول لكم، وتحياتي لكم الخوت والله. وجبرتونا هنايا في هاد البلاصه هادي في هاد الباركي هاو فنو مزيون، جينا هنا جلسنا قلطنا في الدار الشميشه عندنا، اجبرنا ما نعملو الخوت، نخرجو نضربو شي دوره، الوليدات هما كيلعبو هنايا، الوليدات هما فين هما كيلعبو، يلعبو ينشطو مع راسهم. جبرتوني انهم مادام هنايا جالسين، عاو باقي غادي نمشيو لشي باركي واحد اخر عاوناتهم نجلسو فيه شي شويه. وتحياتي لكم، الله يسهل على اي واحد، والله يسهل على المهاجرين اللي باغيين يجيو بحالهم هنايا الخوتي، حيت بلادنا مابقى فيها والو، ما كاينش كل اللي يساعدنا في بلادنا، غادي نخرجوا سواء تنكونوا فهمتي الخوت، الا بقينا تما اما شي مكال حشيشي شفار ولا الله يحفظ، المهم مابقى فيها والو ديك البلاد. الله يسهل على جميع المسلمين اخوتي، الله يسهل على الحراقه، الله يسهل عليكم وتحياتي لكم، تجيو لهنا وان شاء الله اخوتي. الا طلع شي واحد طلع من بلجيكا مرحبا به عندي في الياج هنايا، الياج الخوت اسهل مدينه اخوتي باش بنادم يعدل فيها الوريقات ديالو، والعائلات ديالهم مطلوقين هنايا، العائلات مطلوقين بزاف، تقدر تدبر العائله في اي وقت في اي حاجه، تجي مسكسف عليك حوايج تدبر العائله، ما عندي ما نقول لكم. وتحياتي لكم الخوت. No.
المهم الخوت قضية انا برمي قضية ديال اخوتي باش دوز انا برمي هنايا في بلجيكا عندك جوج ديال النوبات كدوز تينا وزهرك الا سقطتي في ديك جوج النوبات كتمشي للمدرسة ديال اوتو ايكول كتخلص 100 دولار كتخلص 100 دولار عاود كتقرا عليه سيمانة ملي كتقرا عليه سيمانة عاود كيتوك واحد الورقة وعندك جوج النوبات باش دوز عاود الا سقطتي في ديك جوج النوبات باش كدوز خاصك عاود ترجع للمدرسة ديال اوتو ايكول عاوناتك كتخلص عاود 100 دولار اخرى عاود كتقرا عليها سيمانه عاود كيعطيوك جوج نوبات وانتينا غادي الخوت عاود الا سقطتي عاود ترجع تخلص 100 دولار دوز سيمانه عاوناتك وتمارى معاه ولهذا الخوت كنصح المهاجرين اللي يجيو لنا يستقروا في اوروبا يجيبوا في يدهم البيرمي ديالهم الخوت يجيبوا في يدهم البيرمي ديالهم باش كيجيهم داكشي ساهل. المهم الخوت هادشي اللي بغيت نقول لكم وتحياتي لكم الخوت ولا عجبكم فيديو الخوت ما تنساوش تعدلوا لي لايك وكومونتير وتحياتي الخوت وكنبغيكم كاملين بكم الخوت شكرا لكم بزاف. المهم شوفوا معنا المنظر هنا كيفاش عامل انا مادام كتلعب مع بنتها راهي فين هي كتلعب مع بنتها راهي فين هي وهي عاوتاني اخرى عاودت كتلعب بوسيتا بحال الحلقه شي كتلعب بوسيتا. المهم معنا فين نمشيو الخوت كنخرجو كنجيو للباركي كنجلسو كنشطو نتوما عارفين الويكاند وسمحوا لي كنغيب لكم بزاف. المهم الخوت الا زعما دعمتوني مزيان وتابونيتو معايا المهم الا تجمعنا بزاف كنعدلكم في فيديو نحاول نعدلكم في فيديو يوميا ان شاء الله وتحياتي لكم.